بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منه ورضوانه. أما بعد، إن شاء الله بحول الله تعالى جل جلاله وعم نواله نوفق في النظر إلى بعض آيات وردت في سورة النساء دوما. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو لن نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. صدق الله العظيم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنرد على أدبارها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. يعني المقصود هنا في المرتبة الأولى هم اليهود ثم النصارى. يا أيها الذين أوتوا الكتاب، أنا ما قالش آمنوا أوتوا، أتاكم الكتاب ولكن لم تؤمنوا بل منا استمررتم وأبيتم إلا الشرك. عزير بن الله ولا المسيح ثالث ثلاث ولا الله ثالث ثلاث. يا أيها المسيح ابن الله لا يجوز هذا أبدا، لأنه شرك ولا سبيل لقبوله، لأنه لا يتصل بحقيقة الله وليس له وجود فعلي، هو مجرد مرض فكري ومرض في العاطفة ومرض التخيل، مخيلتكم عليلة. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا، يعني القرآن حين نزل لم يكذب ما ورد في التوراة حقيقة أو في الإنجيل، لكن حين مس هذين الكتابين التحريف ولا القرآن واجب أن ينزل للتصحيح الأبدي. لما كانش الأمم الكل مش تكون من هلكة إلى هلكة أخطر منها. يا أيها الذين أوتوا الكتاب، احنا رينا اليوم وقت اللي استبد اليهود والنصارى في العالم من بلغ الفساد أوجا لم يكن في السابق، وانتهى دار الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس. وردت سورة الروم، والروم لهم صلة باليهود والنصارى، وهم ثلاثة والعياذ بالله يكونوا ثالوث شيطاني إبليسي والعياذ بالله. فيه كلمة التغريب عن الحق والتخريب للعقول والتخريب للحياة اليومية والعياذ بالله. ما رأينا من الروم ومن اليهود والنصارى إلا الفواجع الكبرى والعياذ بالله، إلا في القليل الناس. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما، يعني أمر من الله وأنتم تعصونه. ماذا أصابكم وما أكبر وقحتكم ورعونتكم لبيتيز ولا
comment dirais-je, vous la vivez, vous êtes vous-même la bêtise en personne. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنرد على أدبارها يطمس الوجوه أن يشويها أي يجعل بدون عينين وبدون أنف وبدون شفتين وبدون جبهة وبدون ذقن أيضا يطمس أو يسلب منها النور اللي تبقى فيها من قبل أن نطمس وجوها فنرد على أدبارها يعني الإنسان يولي مسيخ يولي منا حتى حيوان مجاش والعياذ بالله شوفوا ترديتوا في اسفل سافلين. يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس وجوها فنرد على ادبارها او نلعنهم كما لعن اصحاب السبت. نذكركم بالايه هذه لانه انتم لحد الان فكره السبت والتعدي على حرمات الله هي ديدنكم وهي عاداتكم وما تحبوش تبدلوا عاداتكم لأنكم ناس متخلفين يعني تدعون التقدم البروغري وأنتم أبعد الناس عن البروغري. القرآن جاء يدعو الناس أن يتطوروا إلى الأمام أن ينتقلوا من الشرك إلى الوحدانية أن ينتقلوا من النفاق إلى الصدق أن ينتقلوا من حب الدنيا إلى حب الله. هذا الكل رفضه اليهود والنصارى على في العموم. لا أقصد إخواني الذين هم دائما موجودين على ما عهدوه من التوراة والإنجيل قبل ما تمسهم أيدي الآثمة أو نلعنهم كما لعن أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. وقلنا هنا كم المرة خاصة في أوائل سورة الإسراء وكان وعد الله مفعول وأمر الله مفعول. معناه إن الله يعني لا يخلف الميعاد والله لا يقول ولا حق لأنه الحق وهو يحق الحق ويبطل الباطل والباطل دائما زهوق وكيد الشيطان ضعيف. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تو إذا كما شركت بالله وعاسيت قد يغفر لك قد يغفر لك لا تلعب بالنار يعني ما عندك من الله عهد اللي مش بشعار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ودرسنا هذه الإثم وقبح الإثم وعظمة الجرم اللي يقع فيه هؤلاء الذين يفترون على الله الكذبة. ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيرا. وتحدثنا عن اليهود كيفاش ما يحبوش يظهروا للناس كما هم حقيقة بل يقدموا روحهم كونوا الناس أبناء الله وأحباؤه كونوا في الاستقامة الكبرى وهم اللي يستفاهم ربي وهم شعب الله المختار. واكتفى أثرهم أغلب النصارى ومعنوم أن النصارى مش كلهم نصارى بل هناك يهود صهيونيون مدسون لكي يفجروا ما بناه بعض أحرار النصارى. وهذا بناه على مر الأيام منذ من 2000 سنة أو أكثر حيث يزمون تحلوا عينيكم وتقضوا إلى الفتنة الكبرى والمؤامرة الخبيثة التي تسبب فيها اليهود وبنو صهيون أخزاهم الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. يعني يا ربي ما تقص لي كنتي تقول أنا طاهر أنا ملاك لا ليس لك هذا لأنك جاهل نفسك عموما جاهل نفسك طبعا أنت مورط مع الله أنت تكذب على الناس وتريد أن تخادع الله وتريد أن يكون شرعك مكان شرع الله وتغيب كل ما هو تنزيه خاصة القرآن العظيم وتدمر المقصود من البعثة النبوية الشريفة من دمروه وتجيه الكلاب العرب الوقت ذاك اللي حاربوا الشريعة والعقيدة يجوا تقولهم هم أزكى هم أهدى يعني وين تحبوا توصلوا وتذكروا بروحكم تتم مرتين لحد الآن لم تستفق الشعوب على مؤامراتكم. لو والله لو يأخذوا جزء بسيط من الوعي الحقيقي لا يفتكن بكم 100% ولن تجد لكم أثرا بعد ذلك. والله لو يحب ربي يبعث شوية نور في عقول الشعوب تراه بالضبط صنيع الشعوب بكم
معناها الهول الكبير سيد. لكن ربي قال مش الهول تراه على يدينا احنا بحول الله تعالى، والله لا يخلف الميعاد، واقرأوا ان شئتم بدايات ونهايات سورة الإسراء يكفي، ولا حديث نبوي شريف معناها لتنبئكم لسوء منقلبكم. ان الله ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، ورينا إن الله لا يظلم أحدا من ذرة ولا فتيل ولا حاجة، والفتيل هنا وعن يعني حاجة طرف خيط موجود في نواة التمرة من لا قيمة له عموما لطيش الإنسان يلقيه بعيدا، ياخو الثمرة يستفيد بها ويشكر ربي عليها ويبقيها يطيشوا، ولا يظلم الفتيلة. انظر كيف الفتيلة تقريبا بالفرنسية فتح، انظر كيف يفترون على الله الكذبة وكفى به إثما مبينا. يفترون على الله الكذبة ليقول عزير بن الله، ويقول الله يبكي، ويقول الله يسمح للأنبياء باش يأتون نكاح المحارم، وكونوا يسكنوا حتى تنكشف عورتهم، وكونوا شيء كبير، وكونوا ربي في هم، وكونوا ربي قابل للألم، وربي كونوا قابل باش يصلب، ولا هذا كله اليهود والنصارى شركاء فيه، وسيلقون غيا بحول الله تعالى إن لم يتوبوا من قريب. ألم ترى إلى الذين ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمن بكل ما هو يلغى، لا بد أن يلغى من سحر وتشاؤم وأكاذيب وطلامس، هذا كل ما لا هم أمنوا به. وانظروا دائما عبر التاريخ شكون يشيع في الآفة التالية غير هؤلاء، خاصة بنو إسرائيل الملعونون على العموم، يعني هما اللي تلقاهم يتعلمون السحر لكي يفرقوا بين المرء وزوجه إن استطاعوا، وهم اللي يسحروا بعض القادة المصلحين، وهم اللي يسموا كما أخونا يسحر رحمه الله البطل المغوار، واللي كان يغيظهم أيام إغاظة في كل ملتقى وكل ساعة كان يغيظهم حقيقة مؤمن مجاهد والحمد لله فاعل فيهم ما لم يفعله التول يقولهم قادة العالم، هم في الحقيقة تحت مطارق وبين مطارق وسندان بني إسرائيل أخزاهم الله. ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، والطاغوت هو كله باطل، سواء كان صنم سواء كان وهم سواء كان شعار، كل هذا يؤمن ببنو إسرائيل. وهذا علاش الشعارات قلنا نحذر الكثير منها، هذه مثلا رابعة وإلا لا فما كان لا إله إلا الله محمد رسول الله وكو والله أكبر، هذا هو الشعار الذي لابد أن نلتزم به. وإخواني في مصر لحد الآن لم يلتفتوا إلى هذا الدرس، وأنا دائما أبتغي وجه الله في هذه الفيديوهات حين أذكرهم، أريد منكم أن تستيقظوا الطريقة اللي أنتم فيه في كثير من الوهم وكثير من العادات اللي بان فسادها، وهي ليست لشان، واحذروا أن تأخذوا من صهاينة ومن نصارى ومن الأفاكين العادات هذه والتقاليد الفاسدة. ألم ترى والله لن تنصروا إلا ما تعلو شأن الله، انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا، يعني واضحا كليا. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون علاش نصيب الكتاب، يقولون يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، شيء مش يجب يتجروا به يؤمنون به، أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض الآخر، يعني هذه طبيعة مرضية، كيف لا تسمحون لأنفسكم أن تختاروا من كلام الله، كيف تقبلون أشياء وترضون الأخرى، كيف بالله عليكم كيف تكونوا أنتم أحباب الله وأبناء الله وشعب الله المختار، بل هو المختار الملعون والعياذ بالله له العار والشنار. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا
سبيلا هل ما فيها هي معناها وقت اللي يسألون عن محمد عليه السلام واتباعه عليهم الرضوان يقولوا قريش آدم منهم سبيلا، يعني هم على الطريقة الصحيحة، طريقة جاهلية، طريقة ظلامية، طريقة جاهلية 100%. ولات اليهود بشهادتهم الباطلة يقولوا عكس ذلك، يقولوا هل هذا هؤلاء القرشيون أزكى وأطهر وأدق وأصلح وأحق وهلم بالاتباع. أولئك الذين لعنهم الله أو عاقبت فسادكم بشهادتكم الباطلة، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وأنا أحذر كل من صدق بني إسرائيل في وعودهم الكاذبة، شوفوا ايش قاعدين يعبدوا بمن صدقهم من إخواني في فلسطين، الله يهديهم، خاصة منظمة التحرير، ليست منظمة التحرير، هذا اللي قاعد يقع اليوم هو منظمة تكبيل ومنظمة تجهيل ومنظمة سحق الهمم ومنظمة إهدار الطاقات وتضيع المال وتضيع الزمان. احذروا يا ناس إخواني، مش هذا هو الطريق. أنتم العبد بكم الصهاينة أيما عبث، إلى متى تسمحون لأنفسكم لا باش يدلوكم أذل الخلق وأشر الخلق؟ إلى ما تسمحون؟ أين الأبطال الذين عهدناهم من زمن طويل قبل ما تحتل فلسطين إلى ما لا كل فترة عاش أخونا ياسر عرفات البطل المقدام عليه الرضوان؟ هل الناس اللي ما لا جاءوا بعده واللي قاعد يترأسهم اليوم خطيك، راه اختاروك أعداء الله لأنه عارفين أن يجموا يعبدوا بك كما يشاءون، وأنت حد الآن تصدق، وأنت حد الآن تصبر على الأذى وتصبر على المهانات وتخلي تبث في عقول من اتبعك وآمن بك، اللي أنتم ما زال فما أمل في اجتهاداتكم وفي أعمالكم. لا أمل إلا في الجهاد الصحيح، والله لا يعبث، وربي كيف أمر بالقتال فهو لابد من يكون نزال وقتال، وإلا فلا. ولهذا اتركوا الأمر لغيركم، وقعدوا تفسدوا على إخواننا في الذين لم يهتدوا بهديكم الفاشل وأخذوا طريق آخر فيه أكثر صلاح. وأخص بذكر إخواننا اللي حقيقة صامدون لحد الآن، ما لا يعني حماس ومهما عنده أخطاء فهي أقل أخطاء منكم، ولهذا لا فائدة باش تشعلوا النيران في خطب الجمعة وتوريوا روحكم اللي أنتم على حق والأخرين على باطل. ليس هذا، هذه شهادة زور، أنتم في هذا يال مقيت، احذروا غضب الله. احنا لا نشك في إيمانكم وحسنياتكم، أما نحتار كيف تواصلون المكابرة. إخوانكم في حماس هم أولى أن يتبعون، لا أنتم. أنتم وقعتم في خطأ كبير وتربك عليكم من داف، يعني يطخ بني إسرائيل بني صهيون ما لا مازال يضرب فيكم ضربا مبرحا، فمتى ستحرروا أنفسكم من هذا من هذه الكارثة؟ والعياذ بالله. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. فما لأي فيكم من العرب شكونهم؟ هم خونة كلاب، وهم ما يستاهلوا حتى نصيب من لقاء جلالة الملك وسعادة كذا الوزير وكذا، ما يسحقوا شيء الناس الجهال أجل من أحذيتهم، وهم أهل شؤم وأموالهم أموال حرام وأموالهم ما سفكوا بدماء إخوانه في مصر وإخوانه في كل مكان. احذروا حتى في سوريا اللي يوقف مع الثورة موش الكل بنية خالصة، لكن السمعة ومن سمع سمع الله به. واحذروا لأن غضب الله حين يأتي سيفتك بكم يا كلاب شبه الجزيرة العربية. احذروا، هناك أحرار لنا، خاصة أن الشبان هم سيطهرون تلك الأرض المقدسة من نجاساتكم ومن جثثكم النتنة والعياذ بالله القبيحة. ربيتوا الشحوم والعلماء اللي خذيتوهم معنا كلصوص وكعلماء البلاط، خرب هذا البلاط وهداد من بقي من العلماء اللي ما زال يحب يرضي ربي، والبقية خلي ربي يهزهم
يحطهم في أسفل السافلين، وربما يكونوا من أهل الجحيم والعياذ بالله، أولئك الذين لعنهم الله. وأقصد وأنا لقيت منهم وحضرتهم، ولكن وجدتهم قوم ملا اللد، ما يحبوش النصيعة، مغرورون، يسخروا روحهم، هم قمة العلم وهم قمة الريادة، ولكن حين اختبرتهم قيتهم من ناس غارقين في التحدي لله، وهم في تنعم باطل وكثرة أموال وكثرة احتفالات ومآدب، وهم لا يعلمون أن هذا قد يكلفهم، قد أذبتكم طيباتكم الحياة الدنيا. احذروا، الدين واضح ولا سبيل إلى التعتيم عليه، ولا سبيل إلى الركوب على صهوته بغير حق، بل الدين هو عز، والدين هو نظافة، والدين هو أمانة، الدين هو بناء لا تخريب، هو إعلام لا تضليل، هذا هو ديننا، والحمد لله رب العالمين. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله يطرد من رحمته فلن تجد له نصير. شنو أمريكا، روسيا، الصين، مش مناكم لا توما أو الناس سيعذبون في الدنيا قبل الآخرة. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. والعلاقة بيناتكم كحكام وكأشباع علماء، ما لا أشباه رجال، العلاقات بيناتكم هي الكل باطل في باطل، وكل هذيان، وكل واحد منكم سخر روحه لأخر شنسه لأخر شئازه. لا والله، كل واحد منكم سيأتي المولى سبحانه وتعالى فردا، وقد تناقشوا الحساب وتكونون من أهل جهنم وبئس المهاد. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا؟ أو خذيتوا يا كلاب المشرق والصهاينة والفرماسون، خذيتوا من الملك، لكن ملك زائل، ملك سيهرم، وملك سينهار، وستنقلب عليكم الموازين إن شاء الله تعالى. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا وما أعطيتوا شيء للناس؟ فقرت الشعوب كلها وعميت وصميت في باكم، كي تفكروا جدوا تفكروا، مش تزدهر اقتصادياتكم، تزدهر سياساتكم، وتزدهر فتوحاتكم، هذا كله بالعكس سيقع بالعكس. وتراوا أنتم كيف تقارنوا حركم لسياتكم بالعراق، خاصة البطل هنا المقدام صدام، ما أنا ربي وسع لي في قبري، جعل روضة مثل الجنان، وربما عند الله يرزق، ربما، لا تحسب الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربي مرزقون. ما أنا ريت هاك الأيام هذيك كانت صولتكم لها وزن ولا قولها، والآن ماذا عندكم الآن؟ كل ما زادت نانو ثانية إلا وزاد الشؤم من نصيبكم، إلا زاد التأخر في علومكم، العلوم النافعة أقصد، وكلما زاد توردكم في سفك الدماء من الشرق والغرب، شكون يساهم في قتل السوريين؟ موش الصين، شيء واحد، روسيا والصين، بقطع نظر عن السلاح، وبقطع نظر على الموال اللي مخذواش نقدا، وباش يحطوا السلاح مكدس، لماذا؟ لكي ملا كلبك الروسي الساقط هذاك، ملا هو اللي عنده حق على الإسلام والمجاهدين، مجاهدين في القوقاز، ملا الشيشان، شكون يحقد عليهم؟ وشكون يعطيهم الويلات ويعدهم بالثبور والويلات وأعضاء من الأمور؟ مش الكلب هذاك، ذاك السكير الفاجر هذاك المغرور، هو أجوه من الداخل، أجوه من طبل، وهو نهار كل يفيش. رد بالكم، ليس هؤلاء نقتدي بهم، ولا يزنون عندنا شيئا، ولا جنح بعوضة ولو ذرع، لا يسوون شيء، إنهم مجرمون، لأنهم بالليل ما لا في غضب الله، وبالنهار في سخطه. والكلاب اللي في الصين رويدا تخرب دياركم. اليوم الاقتصاد والرخاء المزعوم هو في انحدار وفي انحصار، وسترون بعد خراب الديار يا كلاب. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وأن نخص بذكر سيدنا داود عليه السلام وابنه سليمان عليه السلام،
فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، الذين آمنوا قليل ومن صد عنه يعني لا آمنوا خلى يشكون يمن، وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا أي ندخلهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، وهذا إعجاز علمي، المختصين في الجدة خاصة يعلمون بعض أسرار هذه الآية الكريمة، الجزء هذا من الآية كيفاش الأطراف العصبية التي تنقل الألم إلى المخ إلى الدماغ حتى يصبح صاحبه يعيب العذاب. هذا كلما نضجت الجلود احترقت تدمر تلك الأطراف العصبية، الله سبحانه وتعالى يعيد جلود أخرى بنسيج منا في البداية سليم، وبعد يأخذ وقته باش يكون ينقل الألم، ثم رب لوط وهلم جر إلى الأبد والعياذ بالله. أيوة، إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها وليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. ريت كيفاش ربي ضبط العذاب، مش العذاب كان المعنوي، فما العذاب الحسي، وهذا يبين كذلك البعض مش يكون بالروح والجسد والله أعلم. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. لا يغلب ربنا، الله عزيز منتقم، الله جبار محطم لأعدائه. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. وقرأوا إن شئتم بعض آيات سورة الرحمن وتعرفوا هذا الحور العين وقصيرات الطرف اليوم معجبات بأزواجهم أهل الجنة ولم يطمثنها قبلهم إنس ولا جان. وخير لمن توجد غديك مش على مستوى الروحي فقط حب الله واستماع إلى ربنا يقرأ علينا القرآن وأهل مجر ومصطحبة أهل الرحمن من الأنبياء ورسل الكرام عليهم السلام، ثم كذلك اللذة الجنسية ولذة المأكل والمشرب، لذة الملبوس، لذة الأنهار، لذة التزاور، لذة النظر إلى أعداء الله وهم ينعمون بجهنم إن صح التعبير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته منه ورحمة.